الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذه الآية تم شرحها في الدرس الماضي، ولكن إذا كان من تعليق عليها فهو أن الإنسان مدعو بنص هذه الآية إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل، وهذا العقل كرم به الإنسان لا ليستخدمه في شؤونه الدنيا ويأتي يوم القيامة مفلسا، عليه أن يستخدمه في التعرف إلى الله سبحانه وتعالى. مر بنا في درس سابق أن الحيوانات المائية التي تعيش في قيعان البحار ليس عندها أدوات بصر، ليس في عندها أجهزة بصر. لماذا؟ لأن الضوء منعدم هناك، فإذا لم يكن هناك ضوء فما الحاجة إلى هذه العيون؟ فحينما يخلق الله العين معنى ذلك أن لها وظيفة خطيرة، وحينما يخلق الله العقل معنى ذلك أن له وظيفة خطيرة. فمن اعتمد على عقله في كسب رزقه وفي حل مشكلاته وفي تأمين حاجاته ولم يستخدم عقله في التعرف إلى الله عز وجل فقد مسخ هذا العقل واحتقره، وكيف لا وقد كرم الله الإنسان بهذا العقل. لذلك الإنسان حينما ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض ولا يقف في نظراته متأملا بل يمر عليها مر الغافلين، عندئذ سيندم هذا الإنسان أشد الندم. فربنا سبحانه وتعالى جعل بين أيدينا ومن أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي كل شيء آيات صارخة ذات دلالة قاطعة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم تر أن الله يزجي سحابا. ما هو السحاب؟ ما العلاقة بين الماء والهواء؟ كيف يحمل الهواء الماء؟ وكيف يحمله بشروط دقيقة؟ كيف أن كل درجة من درجات الحرارة تجعل الهواء يحمل عددا من الغرامات من بخار الماء؟ من جعل ذلك؟ من قال ذلك؟ من قنن ذلك؟ إذا ارتفعت الحرارة حمل الهواء ما يزيد عن 130 غراما من بخار الماء، حملها وأنت لا تراها، يحملها وأنت لا تراها. فإذا صعد الهواء المحمل ببخار الماء إلى أعالي الطبقات، كلما ارتفعنا 150 مترا هبطت الحرارة درجة،
فإذا هبطت الحرارة في أعالي الجو عاد الهواء ليتخلى عن بخار الماء الذي حمله على سطح البحر، فإذا تخلى عن حمله انعقد بخار الماء سحابا، وهذا الذي نراه في أعالي الجو بخار ماء منعقد كان على سطح الأرض محمولا بالهواء، فلما ارتفع الهواء إلى طبقات عليا انعقد بخار الماء سحابا. ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرياح، والرياح وحدها آية دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى في خط الاستواء، حيث الحرارة مرتفعة، وارتفاع الحرارة يعني تمدد الهواء، وتمدد الهواء يعني خلخلة الهواء. وفي القطبين حيث الحرارة منخفضة يسقل الهواء، بمعنى ينكمش. في القطبين ضغط مرتفع، وعند خط الاستواء ضغط منخفض، من تباين الضغطين تنشأ حركة للهواء سطحية، تلك هي الرياح. لولا تباين درجات الحرارة بين القطب وخط الاستواء لما كانت الرياح. وهذا تفسير مبسط جدا 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 للرياح، هناك تفسيرات بالغة التعقيد، الرياح الشمالية والرياح الجنوبية والرياح البحرية والرياح الجافة والرياح الموسمية، هناك تفسيرات ونظريات بالغة التعقيد لتفسير الرياح، لكن الرياح بشكل مبسط هو مكان حار ذات ضغط منخفض، ومكان بارد ذو ضغط مرتفع. من اختلاف ارتفاع الضغط وانخفاضه تنشأ التيارات السطحية التي تسوق السحاب، تسوق السحاب إلى أرض عطشة، إلى أرض مشتاقة للماء، يأتي الماء غيسا يغيث عباد الله عز وجل. ألم ترى أيها الإنسان، تقول البادية جاءها موسم طيب، أنبتت الكلأ، كثر الخير، هذا من فعل من؟ من فعل الله سبحانه وتعالى الرزاق ذي القوة المتين. هذا السحاب ثم يؤلف بينه السحب، كما قلت لكم في درس سابق قد تغطي مساحات شاسعة، السحابة الواحدة قد تحمل آلاف الأطنان من الماء، يعني لو أنه هطل على قطرنا ما يعادل 30 ملليمترا من الماء، معنى ذلك أن حجم الماء يزيد عن 5 مليارات طن، يعني 5000 مليون طن من الماء نزل من السماء وكان في البحر. من ساق الماء؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما؟ هذه الغيوم الركامية التي يزيد ارتفاعها عن 7 كيلومترات، هذه الغيوم محملة بخيرات لا يعلمها إلا الله، فترى الودق يخرج من خلاله، هذا البرق، هذه الغيمة بعضها مشحون شحنات إيجابية كهربائية، وبعضها مشحون شحنات سلبية، وحينما تتصادم الغيمتان أو حينما تتصادم أجزاء الخيمة الواحدة ينعقد البرق، وهو الودق في نص هذه الآية، فترى الودق يخرج من خلاله، وقد ترتفع حرارة البرق إلى 4000 درجة. ولا تنسوا أن حرارة سطح الشمس 6000 درجة، وهذه هي الصواعق التي تحرق الأخضر واليابس، فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا سار البرق في الهواء تمدد الهواء بفعل الحرارة المرتفعة، بعد التمدد يعود الهواء البارد ليملأ هذا الفراغ فيكون الرعد، والرعد في القرآن الكريم مذكور بآيات عديدة. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال، يعني حجم المياه التي
ينزلها الله سبحانه وتعالى يعادل حجم الجبال، بل إنك إذا ركبت الطائرة وحلقت في أجواء السماء فوق الغيم ما وسعك إلا أن تسبح الله سبحانه وتعالى على هذا التشبيه الذي ما عرفه الإنسان إلا بعد ركوب الطائرة. إنه يطير فوق جبال من الغيوم، جبال ووديان وأكمات وتلال بعضها فوق بعض، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هذا السحاب حينما يواجه جبهة باردة ينعقد قطرات من الماء، فإذا كان هذا الانعقاد في جو بارد يزيد عن 50 درجة تحت الصفر في أعالي الجو، ربما انعقد الماء بردا، وهذا البرد ينزل بفعل الجاذبية ثم يواجه تيارات صاعدة فتحمله نحو الأعلى، فكلما ارتفع نحو الأعلى زاد من حجمه، كسته طبقة من الماء جديدة، وكلما هبط نحو الأسفل زاد من حجمه إلى أن تصبح حبة البرد كحبة البرتقالة. هذه الحبة لو نزلت على رؤوس الناس لقتلتهم، لو نزلت على مدينة لأهلكتها، لو نزلت على بستان لكسرت أغصان الأشجار، ولكن الله لطيف. بفعل احتكاك هذه الحبات بالهواء وبفعل الحرارة في طبقات الجو الدنيا تصغر وتصغر حتى تصبح كحبة الحمص، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. لذلك هذه الأمطار لها قانون، لها قانون يعرفه علماء الجغرافيا، ولها قانون يعرفه علماء التوحيد. فعلماء الجغرافيا يحللون المطر بتبخر سطح البحر وانعقاد البخار سحبا، ثم تحول السحب إلى قطرات ماء تسقط بفعل الجاذبية. هذا تفسير المطر عند علماء الجغرافيا، أما تفسير المطر عند علماء التوحيد فهو مستنبط من قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما يقنن الأرزاق يقننها تقنين تأديب، لا يقننها تقنين عجز. فلذلك الإنسان إذا ضاقت عليه المسالك فعليه بمحاسبة نفسه، إذا ضاقت عليه المسالك فعليه بمراجعتها، إذا ضاقت عليه المسالك فعليه أن يسأل نفسه: هل هناك تقصير؟ هل هناك عدوان؟ هل هناك مخالفة؟ هل هناك معصية؟ هل هناك استخفاف؟ هل هناك استهتار؟ ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. إذا أحب الله قوما أمطرهم ليلا وأطلع عليهم الشمس نهارا. يعني ربنا عز وجل أحيانا تصاب البلاد بسنوات جفاف متتابعة إلى أن يقول الناس: لقد تصحر الجو وشحت السماء وانتقلت خطوط المطر، وتستمع إلى تفسيرات وتفسيرات
ما أنزل الله بها من سلطان. أحياناً ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الناس ليست تفسيراتكم صحيحة، إنما هو تقنين التأديب، فلو أردت لأنزلت عليكم ماء غدق تفتنون فيه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. توجيه كريم من الله الحكيم أن هذه العين التي أكرمك الله بها إنه لمما يؤذيها أن تنظر بها إلى النور المبهر، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني ألم يأني أن نفكر في هذه الأرض؟ هذه الأرض لماذا فيها ليل ونهار؟ لماذا؟ لأن الأرض تدور حول نفسها، تدور حول نفسها ومحورها ليس موازيا لمستوى دورانها حول الشمس. لو أن محور الأرض موازيا لمستوى دورانها حول الشمس لما كان هناك ليل ولا نهار، على الرغم من الدوران تدور هكذا، الشمس من هنا تدور هكذا، هنا نهار سرمدي وهنا ليل سرمدي. لا يكفي أن تدور حتى يكون الليل والنهار، لا بد من أن تدور على محور مخالف لمستوى الدوران، مستوى دورانها حول الشمس. لو أن هذا المحور متعامد مع مستوى الدوران، الشمس هنا ومحور الأرض هكذا تدور حول نفسها، ما الذي يحصل؟ تنعدم الفصول، لا صيف ولا شتاء ولا ربيع ولا خريف، لأن أشعة الشمس تكون في مكان ثابت عمودية وفي مكان آخر مائلة وفي مكان ثالث شديدة الميل. لو أن محور الأرض متعامد مع مستوى دورانها حول الشمس لما كانت الفصول. من الذي قرر أنه لا بد من أن تدور الأرض حول محور مائل؟ ودرجة الميل هي 23 درجة. تصميم من؟ صنع من؟ بميل محورها ودورانها حول الشمس تتبدل الفصول من صيف إلى شتاء إلى ربيع إلى خريف. إذا كان محورها هكذا والشمس من هنا، جاءت أشعة الشمس العمودية على قسمها الجنوبي، فكان نصف الكرة الجنوبي صيفا ونصفها الشمالي شتاء، فإذا انتقلت الأرض إلى هنا تكون أشعتها على قسمها الشمالي عمودية فيكون الصيف، وعلى قسمها الجنوبي مائلة فيكون الشتاء. فهذه المناطق الأرضية يأتيها صيف ويأتيها ربيع ويأتيها خريف ويأتيها شتاء بفضل هذا الميل. من جعل الليل لباسا والنهار معاشا؟ من جعل الليل باردا والنهار حارا؟ من جعل الليل مظلما والنهار مشرقا؟ من جعل الليل كي تسكن في بيتك والنهار كي تسعى في رزقك؟ من جعل هذا وذاك؟ أليس الليل والنهار آيتين من آيات الله الدالة على عظمته؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول يقلب الله الليل والنهار، من جعل النهار في الصيف طويلا وفي الشتاء قصيرا؟ والشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. من جعل الليل والنهار يختلفان في الطول والقصر، في الضوء والظلام، في الحر والبرد، في وظيفة الكسب وظيفة السكنى؟ الله سبحانه وتعالى. يعني هذا العقل أو هذا الفكر لا ينبغي أن يبقى مأسورا في كسب الرزق، ينبغي أن ينطلق إلى آفاق الكون، ينبغي أن ينطلق إلى آيات الله الدالة على عظمته، ينبغي أن يتفكر، ينبغي أن يتأمل، ينبغي أن يقلب، ينبغي أن يدقق، ينبغي أن يوازن، ينبغي أن يتحقق، ينبغي أن يتدبر. يقلب الله الليل والنهار، أشعة الشمس في الشتاء تدخل إلى أعماق الغرف، أليس هذا من حكمة الله
أشعة الشمس تكون في الشتاء مائلة، ومعنى ميلها أنها تصل إلى جوف البيت، وفي الصيف تكون عمودية، ومعنى أنها عمودية أنها لا تتجاوز بضعة سنتيمترات من الغرفة. هذا من فضل الله عز وجل. في الفصل الذي أنت بحاجة إلى الشمس تأتيك إلى أعماق الغرفة، وفي الفصل الذي أنت في حاجة إلى الظل تقف على النافذة ولا تقتحم عليك غرفتك. هذا من فضل الله عز وجل. والله يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هؤلاء الذين لا يفكرون ليسوا من أولي الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هؤلاء الذين لا يدققون بماذا تفكر؟ أي شيء نفكر فيه ينتهي عند الموت، لكنك إذا فكرت بخلق السماوات والأرض هذا التفكير ينقلك إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتعظيم الله سبحانه وتعالى يحملك على طاعته، وطاعته تحملك على الإقبال عليه، والإقبال عليه يسعدك في الدنيا والآخرة. لذلك يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مرة ثانية، مصادر المعرفة كثيرة، لو تأملت في الكون لعرفت الله سبحانه وتعالى، ولو تلوت هذا الكتاب لعرفت الله سبحانه وتعالى، ولو نظرت في أحوال الناس لعرفت الله سبحانه وتعالى. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، وأفعال الله سبحانه وتعالى قرآن مطبق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى متابعا الحديث عن الآيات الكونية، لماذا الحديث عن الآيات الكونية بعد الحديث عن نور الله الذي يتمثل في قلب المؤمن كالزجاجة التي يضيء فيها مصباح وضاء؟ بعد الحديث عن نور الله في قلب المؤمن بيّن الله لنا سبحانه وتعالى طريق اكتساب هذا النور، طريق امتلاك هذا النور، إنه في التفكر في خلق السماوات والأرض. والله خلق كل دابة من ماء، والدابة كل مخلوق يدب على وجه الأرض أي يسير عليه. سيدنا داود يقول الله سبحانه وتعالى على لسانه: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالدابة هنا أي مخلوق يدب على وجه الأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا على الله رزقها. إذن الدواب جميعا ونحن البشر مشمولون في هذه الآية، الدواب جميعا على الله رزقها، والله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها، فلما الخوف إذن؟ ولما المعصية إذن؟ لما تعصي الخالق لترضي المخلوق؟ إذا كان رزقك على الله عز وجل، وإذا كانت كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. سر العزة هو التوحيد، سر عزتك أن تعرف أن أمرك بيد الله وحده. والحمد لله رب العالمين.